بادرت دولة الإمارات في الآونة الأخيرة على تخفيف القيود والإجراءات المتعلقة بالحجر المنزلي بشكل تدريجي، وعلى هذا الأساس تستعد العاصمة أبوظبي حالياً لإعادة إحياء قطاعي السياحة والترفيه بهدف مساعدة المواطنين والمقيمين والسياح على الاستمتاع بما توفره الإمارة من عروض جذابة. فعلاً هناك عروض تستحق الحصول عليها والزيارة إلى أبوظبي. أبوظبي دشنت أو أطلقت حملة سيف جو. سيف جو هي أخضعت جميع المنشآت الفندقية والمطاعم بأن تكون لاتخاذ التدابير الصحية اللازمة لاستقبال الزوار في إمارة أبوظبي. وفي ذات الإطار، فقد أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن حصول 146 فندقا في الإمارة على شهادة الأمان جوسيف، ضمن جهودها لتعزيز مستويات ثقة زوار الوجهات الجاذبة والمنشآت السياحية، حيث تؤكد هذه الشهادة على تطبيق تلك المنشآت معايير النظافة والتعقيم بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا في المرافق السياحية. على صعيد العاصمة أبوظبي، بدأت الفنادق في استقبال النزلاء مع الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة، وطبعا حرصا مننا على تنفيذ كافة المتطلبات ومنها شهادة الجو سيف. طبعا ده أكيد بيبقى من خلال تطبيق سلسلة من المبادئ والتوجيهات الصارمة في تلك الوجهات والمنشآت. طبعا ده كله بيشمل المراكز التجارية ومطاعم متاحف منها المتنزهات والشواطئ والمرافق العامة. الفنادق والمنتجعات السياحية في أبوظبي شهدت وبعد كل تلك الإجراءات الاحترازية المتبعة نسبة إشغال فندقي بزيادة بلغت نحو 3% منذ مطلع يوليو الجاري، ومن المتوقع أن تستمر بالارتفاع مع إطلاق عدد من المبادرات تمهيدا لعودة نشاط القطاع السياحي في العاصمة الإماراتية ومدنها. عبد الله الزعبي، قناة الغد، أبوظبي.